السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. النهاردة بنشرح موضوع مهم جدا، وهو verb to be، فعل يكون، وهو أول فعل بناخده في اللغة الإنجليزية، وده لأنه مهم جدا وبنستخدمه في حاجات كتير جدا. أوعدك إن احنا نشرح verb to be بالتفصيل النهاردة، هتفهمه بنسبة 95% على الأقل، بس لازم تتفرج على الفيديو بتركيز وتشوف الدرس بآخر دقيقة. أول حاجة verb to be بيستخدم كفعل أساسي أو كفعل مساعد. فعل أساسي بمعنى يكون، وفعل مساعد يعني بيساعدنا في تكوين الجمل والأسئلة في الأزمنة المختلفة. فمثلا في ال present continuous أو في المضارع المستمر، verb to be بيساعدنا إن احنا نكون جملة أو سؤال عن حاجة بتحصل دلوقتي. ال present continuous زمن بيعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي وقت حدوث الكلام. فلما بنكون جملة أو سؤال في ال present continuous، verb to be بيجي بعد منه الفعل اللي بيحصل دلوقتي وبيكون معاه ing. فلما أقول مثلا I am eating now، يعني أنا بأكل دلوقتي وقت حدوث الكلام، من غير verb to be الجملة دي مش هنعرف نكونها. فهو بيساعدنا إن احنا نكون الجمل والأسئلة المختلفة في الأزمنة المختلفة. أما verb to be وهو فعل أساسي فهو معناه يكون، وطبعا بيبقى ليه تصريفات مع الضمائر أو البرونونس. أول حاجة في زمن البريزنت أو المضارع، لما أجي أقول أنا أكون بقول I am، ممكن تتكتب بالشكل ده، وممكن كمان نعملها contraction أو نضغطها نختصرها وتتكتب بالشكل ده، ف I بيجي معاها am في المضارع يعني أنا أكون. أما he و she و it، الثلاث ضماير دول هي هو شي هي it هو أو هي الغير العاقل، بيجي معاهم is. he is هو يكون، she is هي تكون، it is هو أو هي الغير العاقل يكون. والكلام ده لازم نحفظه كويس، لأن هو ما فيهوش أي حاجة غير إن احنا نحفظه. verb to be في ال present بيبقى دي التصريفات بتاعته. أما you و we و they، you أنت أو أنتم، وي نحن، وزي هم، بيجي معاهم ار. فبقول يو ار انت او انتم تكونوا، وي ار وي ار يعني نحن نكون، وزي ار زي ار هم يكونوا. ودي تصريفات verb to be في ال present زي ما قلت او في المضارع. يبقى I am، he is، she is، it is، you are، we are، and they are. طب ناخد أمثلة على verb to be في ال present أو في المضارع. مثلا لما أجي أقول أنا سعيد، فبقول I am happy. I am happy الترجمة الحرفية بتاعتها أنا أكون سعيد، لكن طبعا ده غلط. معناها أنا سعيد، كلمة أكون دي بتبقى ضمنية في المعنى، ما بتتقالش. I am happy يعني أنا سعيد، ما ينفعش نترجمها ترجمة حرفية ونقول أنا أكون سعيد، هي اسمها أنا سعيد. ولما أجي أقول اسمي هو حسام، فبقول I am حسام، زيها زي my name is حسام، بس ممكن أقول I am حسام يعني اسمي حسام. فverb to be بيجي بعد منه أربع حاجات لازم نكون عارفينها كويس. أول حاجة ممكن يجي بعد منه adjective أو صفة، ممكن كمان يجي بعد منه noun أو اسم اللي هو حسام، أو ممكن أقول I am a teacher، teacher هنا تعتبر اسم. I am an engineer، I am an engineer، engineer هنا تعتبر اسم أو noun. وبيجي كمان بعد منه place أو مكان، ممكن أقول I am at home، I am at home، أنا في البيت. ممكن كمان أقول I am at school، I am at school، أنا في المدرسة. I am at work، I am at work، أنا في العمل. فبيجي بعد منها صفة أو adjective، noun أو اسم، ممكن كمان يجي بعد منه place أو مكان. فدول ثلاث حاجات ممكن يجوا بعد verb to be، وآخر حاجة ممكن يجي بعد منه حاجة اسمها صيغة الاستمرار أو ال continuous form. continuous form زي ما قلنا في أول الفيديو يعني حاجة بتحصل دلوقتي، حاجة بتحصل في الوقت اللي أنا بتكلم فيه، اللي هي eating now، I am eating now، أنا بأكل دلوقتي. I am walking now، I am walking now يعني أنا أمشي دلوقتي. I am talking now، I am talking now يعني أنا أتكلم دلوقتي. أي فعل في ing بعد verb to be بيعبر عن حاجة اسمها ال present continuous. ال present continuous أو المضارع المستمر حاجة بتحصل دلوقتي. تعالوا ناخد أمثلة تاني عشان بعد كده ناخده في ال past وفي ال future كمان.
ممكن كمان أقول he is a doctor. He is a doctor. هو طبيب. ممكن أقول she is a nurse. She is a nurse. هي ممرضة. ممكن أقول it is a dog. It is a dog. إنه كلب. هو كلب. ممكن أقول it is a book. It is a book. هو كتاب. ممكن أقول كمان we are hungry. We are hungry. إحنا جعانين. إحنا جعانين. ده في present طبعا. ممكن أقول كمان they are angry. They are angry. هم غاضبون. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا دي أمثلة بتعبر عن verb to be في present أو في المضارع، وطبعا مع الضمائر المختلفة. وآخر حاجة ممكن أقول لك you are a student. You are a student. أنت طالب. verb to be في الماضي باختصار am و is بيتحولوا ل was، بيكونوا was، و are بتتحول ل were. يعني لما أجي أقول أنا كنت بقول I was. I was يعني أنا كنت. لما أجي أقول هو كان أقول he was. He was هو كان. لما أجي أقول هي كانت she was. هي كانت. لما أجي أقول هو أو هي الغير العاقل كان بقول it was. It was يعني هو أو هي كان الغير العاقل. طب لما أجي أقول أنت أو أنتم كنتم، وزي ما احنا عارفين أنت أو أنتم معناها you in English language. أنت أو أنتم الاثنين اسمهم you. فلما اجي اقول لك انت او انتم كنتم بقول you were. You were انتم كنتم او انت كنت او انت كنت. ولما اجي اقول نحن كنا بقول we were. We were احنا كنا. ولما اجي اقول هم كانوا بقول they were. They were هم كانوا. فطبعا هنا was و were كان او كانوا بيعبروا عن الماضي ومعناهم كان حاجة كانت في الماضي. فمثلا لما اجي اقول ان انا كنت جائع فبقول I was hungry. I was hungry. انا كنت جائع. لما اجي اقول لك ان انت كنت صغير السن فبقول لك You were young. You were young. انت كنت صغير. ف was و were بتيجي بمعنى كان او كانوا زي ما قلنا. وبالنسبة ل verb to be في صيغة النفي في ال present وفي ال past بيجي معاهم not. فمثلا لما اجي اقول انا لم اكن جائع بقول I wasn't hungry. I wasn't hungry يعني أنا لم أكن جائع. لما أجي أقول لك مثلا في المضارع في present هو ليس سريع، هو مش سريع، بقول he isn't fast. He isn't fast. هو ليس سريع. لما أجي أقول لك مثلا إحنا ما كناش أغنياء، إحنا لم نكن أغنياء، بقول we weren't rich. We weren't rich يعني احنا ما كناش اغنياء. لما اجي اقول لك مثلا هم ما كانوش غاضبين فبقول لك they weren't angry. They weren't angry يعني هم لم يكونوا غاضبين، هم ما كانوش غاضبين. ليه؟ لان not هنا they were not angry. not هنا بتخليها في صيغة النفي. ففي المضارع I am يعني انا اكون، في النفي I am not يعني انا لا اكون. he is في المضارع هو يكون. He is not هو لا يكون. She is هي تكون. She is not هي لا تكون. It is هو أو هي الغير العاقل يكون. It is not هو أو هي الغير العاقل لا يكون. You are يعني أنت تكون. You are not أنت لا تكون. We are نحن نكون. We are not نحن لا نكون. They are هم يكونوا. They are not هم لا يكونوا. ده في الـ present. فنوت بنستخدمها مع صيغة النفي في المضارع. وكمان في الماضي لما أجي أقول أنا كنت بقول I was. لما أجي أقول أنا لم أكن بقول I wasn't. لما أجي أقول لك هو كان بنقول he was. لما أجي أقول هو لم يكن بقول he was not أو he wasn't. لما أجي أقول هي كانت بقول she was. لما اجي اقول هي لم تكن بقول she wasn't هي لم. لما اجي اقول هو او هي الغير العاقل كان بقول it was. لما اجي اقول هو او هي الغير العاقل لم يكن بقول it wasn't. It wasn't. لما اجي اقول نحن كنا بقول we were. لما اجي انفيها بقول we weren't. لما اجي اقول هم كانوا بقول they were. هم لم يكونوا they weren't. بالنسبة للfuture form او لصيغة المستقبل بيجي مع كل الضمائر will be. will be يعني سوف يكون. فاما اجي اقول انا سوف اكون بقول I will be. ما بقول هو سوف يكون بقول he will be. she will be. it will be. you will be. we will be. and they will be يعني هم سوف يكونوا.
فويل بي بتيجي بمعنى سوف يكون، لما اجي انفيها بتبقى won't be. won't be يعني لن يكون، won't be يعني لن يكون، مش هيحصل في المستقبل. تعالوا ناخد امثلة تانية على verb to be في الازمنة المختلفة. لما اجي اقول لك انت كنت جائع بقول لك you were hungry. you were hungry انت كنت جائع. لما اجي اقول لك انت لم تكن سريع بقول لك you weren't fast. you weren't fast يعني انت لم تكن سريع. لما اجي اقول لك مثلا هو طويل بقول لك he is tall. he is tall هو طويل. لما اجي اقول لك مثلا هي صغيرة السن بقول لك she is young. she is young هي صغيرة السن. لما اجي اقول لك احنا سوف نكون سعداء بقول لك we will be happy. we will be happy احنا سوف نكون سعداء. لما بقول لك هم ما كانوش اغنياء بقول لك they weren't rich. they weren't rich هم لم يكونوا اغنياء، ما كانوش اغنياء. لما اجي اقول لك هم لن يكونوا سعداء في المستقبل هم لن يكونوا سعداء بنقول they won't be happy. they won't be happy هم لن يكونوا سعداء. اتمنى ان انا اكون قلت امثله كفايه وشرحت الموضوع بشكل مبسط، لكن ده علشان نوصل المعلومه بشكل اكبر وبشكل اوضح. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. في حد غيرك محتاج المعلومه وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام انا مستني تعليقاتكم ومستني الاسئلة بتاعتكم. لو في اي حد عنده اي تعليق او اي استفسار ياريت تبعتهولي في الكومنتس بتاعت الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.